السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ صباحكم ورد وعسل. النهارده يوم جميل، يوم جديد في جو الغلة المجنون. طبعا دي مقدمة استاذ خالد هريدي، قناة صعيدي في اوكرانيا، قناة جميلة جدا. استاذ خالد من الناس المقربة لقلبي، راجل بنحبه في الله يعني. واحلى حاجة في قناته ديت ان هي بترجعني لذكريات اوكرانيا الجميلة اللي انا عشتها في حياتي. قعدت انا في اوكرانيا فتره كويسه خالص، شعب راقي جدا ومحترم جدا وشعب في منتهى الجمال. فانا بنقدم تحياتي ليك يا استاذ خالد، والفيديو ده اهداء ليك. طبعا احنا يا جماعه المكان اللي احنا فيه ده الدور اللي هو كنا بنقول عليه دور غشيم، لو انتم شايفينه كده. الدور ده طبعا احنا جيناه من حوالي اسبوعين كده، رمينا فيه شويه غله فلقينا الدور اشتغل معانا ايه شغل كويس خالص. فالناس زي ما انتم شايفين عيبنا يا شباب، لو شفنا حد بياخد سمك نسيب الدنيا كلها ونيجي جنبه. شايفين المنظر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الناس تتكاثر في المكان، واصحاب المكان نفسه جم قعدوا هنا، قعدوا مكان ما احنا ما بنرمي، ورموا غله ياما وبتاع. والنزلة دي هم تقريبا برضو عاملينها نزلة مغسل الغلة. المهم هم كانوا بيغسلوا غلة امبارح، فمن خبراتنا احنا الحمد لله يعني عرفنا ان المكان بالصلاة على النبي يعني ينفع ان هو يبقى دور، لان انا جربت المكان بالصنارة فلقيته مكان نظيف. فالمهم هم بدأوا يرموا غلة ناشفة، احنا بدأنا نرمي غلة ناشفة، ورحنا عاملين السناد دوت اللي انتم شايفينه ده، يعني حتتين كده حطيناهم بالمنظر دوت، بحيث ان ايه ان شاء الله وبإذن الله يبقى دور ثابت يعني. نبهنا طبعا على الناس ان ايه اصحاب المكان اللي هم متواجدين هنا عندنا، ان بقدر الامكان نحاولوا ايه نخلوا إيه ان المكان ده محدش ينزل يصطاد فيه. اتفقنا على كده ان شاء الله، وبناء عليه حطيت انا الحجرتين دول عشان يبقى اسمه دور ونزلت عليه. جيت طبعا انا النهارده مش متعود على الميه زي ما هي، ايه زي ما هي ما بتديني، كانت بتسليني عن كده. فانا عرفت ان المكان السمكه اللي فيه شبعانه ومحتمل ان هو ايه ياكل معايا يعني. فرميت غلة بتاعتي وبقيت نرمي ناخد من جوه خالص على الطويل. وكان الرزق اللي انتوا شفتوه في اول الايه في اول الفيديو ده اول رزق، ولسه قاعد وما اظنش ان انا هنقدر نصور الغمزة مباشر، لان الاكلة هنا ايه بطيئة خالص. ولكن انا حبيت ان انا نعمل مقدمة ديت اهداء لاستاذ خالد عشان طبعا نسلم عليه، والوقت نفسه نفهمكم ازاي تدوروا دور الغلة، او ازاي دور الغلة الغشيم ازاي يبقى هو دور، ازاي ان هو يبقى دور. انت من كتر الغلة اللي انت بترميها فيه السمك نفسه بينظف لك الارض، بيبينها لك زي ما حصل معانا كده. فدي طبعا بداية مبشرة، وزي ما احنا قلنا ان دوت ايه الايام دي شهر 4 ديت الدكورة الحمراء اللي بتاكل فيها دي على البركة سمكة، هي فيها حوالي دخل على النص كيلو زي ما انتم شفتوها. مش عارف نوريها لكم تاني ولا مفيش داعي ولا ايه. البركة يعني ايه ذكر مظبوط الصلاة على النبي يعني، مش عايز تطلعه تاني بس عشان الناس بتبص على البركة يعني ايه. سمكة معدية نص كيلو اهي، ده اول استفتاحي وربنا كريم. خليكم معانا شباب، لو في حاجة هنصوروها، لو مفيش حاجة احب الفيديو ده اهداه لاستاذ خالد فيه الكم معلومة دي. احب عنوان الفيديو ان شاء الله معلومة على الكم معلومة على الغلة، اهداء لاستاذ خالد هريدي قناة صعيدي في اوكرانيا. طبعا استاذ خالد بيكافح السلبيات اللي موجوده في العرق وازاي تتعامل في اوكرانيا، قناه جميله جدا، نتمنى ان انتم تشتركوا عنده. واخليكم معانا. Thank you.
سامحوني والله يا جماعه، ما اناش عارف نصور لايف. حته بيضه كمان اهي، الله كريم. برضو خليكم معانا، هنحاول نصور لايف يمكن نظبطه الفيديو ده. يا كريم يا رب. ماشي، حته برضو ايه حجاري محمل اهي. شكلنا ان شاء الله هنكمل لكم الفيديو. حته حجاري كمان اهي يا جماعه، على كيف كيفكم ان شاء الله، يعني اظن باينه على الايد يعني. تمام، نفس اليوم برضو. هي ايه الاكله ضعيفه زي ما قلت لكم، مش هنعرف نصور مباشر. والله اعلم، يمكن لو ربنا قدرني نقدر نشتغل. هنوري لكم طبعا دلوقتي ان شاء الله علفه الدور العالي، عشان تبقوا عارفين لما واحد يعمل دور غله في فرق بين دور عالي ودور ايه ودور واطي. الدور الواطي اللي هو الدور الغويط يعني، والدور العالي اللي هو ارضته عاليه. طبعا الدور الواطي هو بيشتغل طول السنه، الدور العالي بيشتغل في الموسم بس بيبقى شغله جميل جدا يعني. تمام، فان شاء الله ايه هنوري لكم دلوقتي لما تيجي تعلف الدور العالي، تعلف وتمشي اللي هي الغله الناشفه. المهم عشان برضو ايه يبقى الكلام واضح لما تيجي تشوفوه، انا مثلا ايه الارض بنسيب اول نص يعني على غوط نص متر كده، وبنرمي مثلا ايه بين مرايتي وبين العلفه حوالي متر ولا متر وايه متر وربع كده، متر ونص، بحيث ان ده يبقى علاج برضو ان السمكه في الموسم ما تطلعلكش على المرايه والايه وترازيك، تبقى السمكه متعوده تدخل على الغله من تحت. خليكم معانا ان شاء الله يا كريم يا رب. السمكه اهي طبعا، مش كده خد جت اهو، بس خلاص خلاص. لم الخيط ده بقى شويه، سمعتك يا غمزة؟ لا، غمزة دي بتروح كده. غمزة اهي، بس شرايه صغيرة خالص، ما لناش نصيب نطلعهم غير الحاجات الكفافي بس هي اللي تطلع مباشر. احنا ان شاء الله دلوقتي هندخلهم على العلفه، والعلفه ديت علفه الدور العالي. الدور العالي اللي هو، عشان بتختلف المصطلحات من بلد لبلد، اللي هو ارضه عالي اللي هو ما بيبقاش غويط. تمام، احنا بنقول عليه دور مستحى، مستحته عاليه. تمام، الدور ده لو انتم شايفين هنا، انا الحجرتين دول اول الدور بعد المتر كده عند الفله اللي انتم شايفينها دي كده، ده كده متر تقريبا بين الحجر والفله دي. المفروض ان انا كنت حاطط مرايتي هنا. انت لما بتيجي تعلف غله ناشفه بتسيب لسه كمان متر ونص ولا مترين، وبترمي الغله كلها فوق بعضها بقدر المستطاع، بقدر المستطاع تخلي الغله كلها فوق بعضها، تكبشها كده ايه واحده ورا الثانيه. انا حبيت نقول لكم الملحوظه دي قبل ما نبدا، لان انا بنصور لوحدي معلش سامحوني، فمش هنعرف نفهمكم وانا ماسك التليفون بايد وبنرمي بالايد التانية، فانا كنت عامل حسابي للموقف ده. بتيجي انت برضو بعد كده لما الدور يبقى واقف معاك، بتجيب من جوه خالص، بترمي الفله بتاعتك بعد 2 أو 2 متر ونص، وتبدا تشتغل ايه عليها من جوه، على بتاخد سمك تقيل ان شاء الله. نشوف بقى العلفه ازاي باذن الله، عشان ايه تبقوا انتم معايا في الكلام. شايفينها يا جماعه؟ طبعا دي المرايه اهيت. انا هنعلف وهنمشي، المفروض ان انا هنرجع امتى؟ على الجمعه ان شاء الله. دي الفله بتاعتها اهيت، هنرمي الغله الناشفه فيها، هنرميها جوه. نفس المنظر ده، دول 3 كيلو انا جايبهم ايه؟ جايبهم معايا. هنكمل انا رمي بقى عشان مش عارف نصور ونرمي.
دي ان شاء الله يا جماعه نهايه الفيديو. اتمنى يا رب نكون قدمت لكم حاجه مفيده ونكون قدرت نسليكم معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.